قرأت في كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، قرأت حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الزلزلة 15 مرة، فإذا فرغ من صلاته يقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 100 مرة، آمنه الله من عذاب القبر وظلمته ومن أهوال يوم القيامة. فما مدى صحة هذا الحديث نصا ومعنى؟ أولا نوجه بأن الحديث لا يؤخذ من مثل هذا الكتاب، وإنما يرجع إلى كتب الحديث الموثوقة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وغيرها من الكتب المعروفة الموثوقة. وبالنسبة لهذا الحديث الذي ذكرت، هذا لم أجد له أصلا فيما اطلعت عليه، ويظهر عليه أنه لا أصل له، لأن فضائل الجمعة التي ذكرها أهل العلم لم يكن لهذا الحديث من بينها ذكر. الذي يشرع في ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وفي فجر ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية في هل أتى الإنسان حين من الدهر. هذا الذي يشرع في ليلة الجمعة. وأما أن تخص في صلاة دون غيرها من الليالي، هذا لم يثبت فيه حديث، وهي كغيرها من الليالي. على المسلم أن يصلي ما تيسر من تهجد ويختم ذلك بالوتر، أما أن يصلي هذه الصلاة التي ذكرتها فهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل بحديث أن تراجع كتب السنة المعروفة الموثوقة، أما أن تأخذ كتابا غريبا أو مجهولا وتعتمد عليه وتنقل منه الحديث فهذا يوقعك في الخطأ. والأحاديث فيها الموضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الضعيف، ويبين هذا كتب أهل الفن المتخصصين في الحديث. ما كل حديث تجده في كتاب يعمل به حتى يتحقق من أصله ومن مصدره، الله أعلم.